السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان ديالنا نهاركم مبروك، كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة رب العالمين. كنشكر جميع المتابعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكركم بزاف بزاف على المتابعة ديالكم وعلى الثقة ديالكم فينا. دائما الجديد مع البناء عبد الهادي أو شركة هادي جلوبر. الإخوان ديالنا عساكم معكم دلال الأرض إن شاء الله يا ربي، كما كتابعوا معنا دلال الأرض. هي عندنا درنا البلوكاج ديال الحجر ديالها، الحديد منزل، الشبكة ديالها مقادة، حنا نقربوها لكم إن شاء الله يا ربي. واجدة إن شاء الله، غنبداو في الكولي إن شاء الله يا ربي، كنتمنوا من الله دائما التيسير. بالنسبة هنا غنخدموها باليد إن شاء الله، طريقة تقليدية 100% رابط جاهز تماما. البلاصة اللي جينا فيها بحال دائما قلنا لكم هو داليان، البلاصة هذا بالضبط الطريق ديال القصر الصغير، الناس ديال الطاجة راه كيعرفوا هو داليان أو الدهادة، الناس الدهادة شوية قبل ما يعرفوهاش، لكن هو داليان معروفة، الناس ديال الطاجة كيعرفوها. واحد الصديق ديالنا صراحة المتابع ديالنا من الرياض البلجيكية، كنشكرو بزاف بزاف، كنقولو الله يسر لكم الأمور ديالكم، يسر جميع المسلمين رب العالمين. حتى هو عمل الثقة ديالو فينا مسكين ديال عندنا، حنا كنتمنى من الله التوفيق ونكونو عند حسن الظن ديال الجميع. هذا اللي كان اخوان ديالنا، قربوكم الصوره. البلاصه هذه جات صراحه واحد التفجيجه، غادي نقول لكم انايا نقربكم الصوره، خليكم معنا. بالنسبه للاخوان ديالنا اللي راه صراحه الشاطئ صغير لنا مزيان صراحه، نقي ومحترم، غير العائلات كيجيو لي هنايا. كاين الدخله ديال واحد البيست هنا كندخل، واحد المنظر جميل صراحه، اللي بغى الهدوء واللي بغى الكامبيا بالنسبه للخدمه هي هذه كما كتشوفوا معنا، هي مقاده الحمد لله كامله كلشي ديالها. حنا نقربكم الصوره، جينا قرابين في هذا الاتجاه. هذا كاين السكن حدانا انا صراحه، واحد السكن حتى حدانا هنايا. الطريق هنا هي هذه، الطريق كتوصل حتى لهنا الحمد لله. كاينه الطريق واخا كاينه شويه صراحه معذبه شويه، الطريق واصل الحمد لله. هذا اللي كان الاخوان ديالنا، خليكم تتابعوا معنا، نقربكم الصوره ان شاء الله ونعطيكم بعض المعلومات. ثم تنساوش دائما اللايكات والتعاليق ديالكم الزوينه، اي واحد بغى شي حاجه مرحبا به، ما تبخلوش عليا باللايكات والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. تابعوا معنا. كما شفتوا معنا الاخوان ديالنا، حنا نعطيكم نقربكم الصوره ان شاء الله يا ربي. الله ديالنا أفضل الأرض، هي واجدة بكلشي ديالها، الشبكة ديالها بكلشي ديالها، بلا مكانات مزلين. بالنسبة للمكانات عندنا معمرين في الوسط، بالنسبة للشبكة 8 على 8. هادو هما اللونكينات كاملين معمرين، السينجات خليناهم تنعمروهم مع الدار ان شاء الله يا ربي. بالنسبة للروكارات، هما الروكارات تاهما خرجناهم. متابعين ديالنا كيما تبعتو معنا، الدار ديالنا سالينا الحمد لله، جاينا زورنا الدار قريبين نساليو صراحة، حضرنا سي معاهم، الأمور كلشي داز مزيان الحمد لله.
الشغل بصراحة أنا نحب نبدأ بنفس الأسبوع هذاك، نتمنى من الله التوفيق دائما. Gracias.